السلام عليكم، معكم بجاج وفاء طالبة سنة ثالثة إعلام. أشواق منصوري طالبة سنة ثالثة إعلام. اليوم قمت أنا وزميلتي وطاقم إعلامي لجامعة العربي تبسي في تبسة بفيديو توعوي يعالج فيه عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع البروتوكولات اللازمة التي يجب اتباعها خلال فترة الدراسة مع فيروس كورونا. كل ما عليكم هو التقيد بالإجراءات اللازمة للوقاية ولضمان صحتكم، والوقاية خير من العلاج. بعد عطلة إجبارية دامت لأكثر من 6 أشهر بسبب فيروس فتاك ألحق الضرر بشتى القطاعات، أهمها قطاع التعليم والذي سنخصه بالذكر اليوم، وبالتحديد في جامعة العلامة الشيخ العربي تبسي بولاية تبسة. هذه الجامعة التي تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 الصادر في 4 جانفي 2009، حيث جاء الإعلان عن ترقية المؤسسة إلى مصف جامعة تتويجاً للمجهودات الجبارة التي بذلتها الأسرة الجامعية بكل أطيافها على مدار سنوات متواصلة كانت بدايتها سنة 1985. واليوم ستكمل هذه الجامعة طريقها في إنهاء السنة الدراسية التي سبق لها أن واجهت عقبات وانعراجات بسبب الكوفيد-19، وسيتم هذا الرجوع الدراسي ضمن إجراءات وقائية صارمة. ها هي الحافلة تتوقف وفق نظام محدد، يوجد بابين، باب الدخول وباب الخروج. عدا ذلك يتوجب ارتداء الكمامة قبل كل شيء والحفاظ على مسافة الأمان بين الطلب. تتسع الحافلة الواحدة وفق النظام الجديد حوالي 20 طالب. الوصول إلى الجامعة: قبل الدخول من باب الجامعة تم التقيد بالإجراءات المتبعة، منها الحفاظ على مسافة الأمان، قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامة إجباري، توجه الطلبة إلى المدرج وفق احتياطات محكمة، والدراسة تمت بكل أريحية. بعد تلقي المحاضرة يتم خروج الطلبة إلى ساحة الكلية مع احترام كل الإجراءات المتبعة. بعد أن تتم دراسة الطلبة وفق كل هذه الاحتياطات المتبعة، توجه الطلبة الغير مقيمين نحو الحافلة التي ستقلهم إلى محطة نقل الطلبة، ويتوجه الطلبة المقيمين إلى مكان الإقامة. تم فير كل اللوازم التي تحمي الطلبة بالإقامة، فلا يتم دخول الطلبة إلا بتوجب احترام مسافة الأمان والتوجه لعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة والتسجيل الدخول والخروج. بعدها يتم توجه الطلبة إلى خدمة الإقامة لإعطائهم بطاقات الدخول، ثم بعد ذلك التوجه إلى الطب الخاص. يتم الفحص بشكل كلي ودقيق لكل طالب كما هو موضح أمامكم. بعد التأكد من سلامة الطالب يتم التوجه إلى غرف نوم الطلبة التي تلعب فيها المساحة دورا هاما، حيث إن كانت الغرفة بمساحة 12 مترا يقيم بها شخصين، وإن كانت من 9 إلى 6 متر يقيم بها شخص واحد، وذلك بعد أخذ الاحتياطات اللازمة في غرف الطلبة من كل الجوانب ومع كل هذه الإجراءات المحكمة. تم التحضير لغرفة نشاطات أهمها الإعلام الآلي الذي يساعد الطالب في إنجاز الوظائف الموكلة إليه، ويتم الدخول إليه بعد عملية التعقيم والتأكد من الوثائق وبطاقات الطلبة اللازمة. حان وقت الغداء، الطلبة متجهون نحو المطعم مع الأخذ بعين الاعتبار لكل الاحتياطات اللازمة التي سبق ذكرها. بعد الانتهاء من الغداء يتوجه الطلبة إلى غسل اليدين وتجديد التعقيم. نتمنى أن نكون قدمنا بهذا الفيديو التوعوي لطلبتنا جميع الإرشادات والتوجيهات اللازمة لضمان سلامة صحتهم، والوقاية خير من العلاج. شكراً.